في الفيديو ده في مجموعة الفيديوهات الجاية هنتكلم عن الكريدت سكور والكريدت ريبورت. انا هنا هروح على myfico.com وهروح على الخانة بتاعت learn about scores. ده هنا مجموعة من الارتكلز اللي بتتكلم عن الكريدت سكور والكريدت ريبورت، هنبص عليها مع بعض. هنا what is a FICO score؟ Know your FICO scores, save money. هنا بيقول لنا سواء ان انا هشتري بيت او عربية او هقدم على credit card، اللندرز عايزين يعرفوا مدى الريسك، الخطورة اللي هم بيعملوها بان هم بيسلفوك فلوس. الفايكو سكورز بيستخدم 90% من البنك انستيتيوشنز واللندرز ان هم يحددوا الكريدت ريسك، لو هيدوك فلوس ايه الاحتمالية ان انت هتدفع الفلوس دي. وهنا بيقول لنا ان احنا عندنا فايكو سكورز من الثري ميجر بيروز، والسكور ده بيحدد قد ايه فلوس البنك يقدر يديها لنا، و at what terms اللي هو الانترست ريت. ال higher FICO score لو السكور عالي ده بيخليك ان انت تكواليفاي فور ان انت تاخد فلوس اكتر وتاخد ريتس قليلة، انترست ريتس قليلة. طيب ايه هو الكريدت سكور رينج؟ الكريدت سكور رينج هنا بيقول ان البيز فايكو سكور رينج من 300 ل 850، وفي حاجة اسمها industry specific فايكو سكورز بتكون من 250 لحد 900. The higher the better. The higher the better ده معناها ان كل ما السكور بتاعي يبقى اعلى، كل ما ان انا اقدر ان انا اخد فلوس اكتر وان انا اقدر اخد interest rates برضو قليلة. ازاي الفايكو سكور ده بيتعمل له كالكوليشن؟ هنا الفايكو سكور ده بيجي من انفورميشن في الكريدت ريبورت. فهنا الكريدت سكور ده رقم، الكريدت ريبورت ده فايل، الفايل ده بيبقى فيه انفورميشن. انفورميشن دي اللي هو اسمي ايه، انا ساكن فين، عندي كام كريدت كارد مفتوح مع بنوك تانية، كذا حاجة. هنا بيقول لنا ده الأمثلة البنك أو الكريدت بيرو بيكولكت، such as your credit accounts، عندي كام credit account، how many times lenders have requested information about you اللي هو الكريدت inquiry، أنا طلبت credit قد إيه خلال الفترة اللي فاتت، and how many times lenders have turned your account over to a collection agency. collection agency ده اللي هو لو انا مثلا اتأخرت في الدفع في الكريدت كارد بتاعي او في اي اكاونت عندي، بعد فترة معينة البنوك بتحول الاكاونت ده لكولكشن ايجنسي. ده هنا مثال للشكل اللي هو بيبقى فيه الاكاونتس. هنا مثلا هو اكاونت 1 of 8 وهنا مثلا اكاونت 2 of 8، ده كده هنا مديني ايه اكزامبل.